بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. عدد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. تليفون 0-16-50-47-329 جمهورية مصر العربية. الايميل first year_1988@yahoo.com. فريق العمل احمد شفيق ندم. النهارده هنتكلم عن برنامج شهير جدا وبسيط جدا اسمه الويندوز موفي ميكر. الحلقه بتاع النهارده رقمها الحلقه رقم 54 بتاريخ يوم الثلاث تاريخ 27 أكتوبر 2009 8 ذو القعدة 1430 هجرية. قلنا ان احنا النهاردة نحاول نشرح برنامج الويندوز موفي ميكر. طبعا تركيزنا في شرح برنامج الويندوز موفي ميكر زي منهجنا المعتاد دايما مش على تفاصيل البرنامج. ما يهمناش تفاصيل البرنامج قد ما يهمنا ازاي نستفيد منه. بمعنى ان انا مش هتم باني اشرح الخواص والاوبشنز اللي موجوده في البرنامج اللي هي قليله واقدر اشرحها وكل حاجه. قد ما يهمني ان انا اعمل حاجه بالبرنامج بحيث ان حضرتك تقدر تعملها ورايا وتقدر بعد كده تعمل الحاجه اللي انت عاوزها منه وتطلع اللي انت محتاجه منه. واذا احتجت انك تستكشف في البرنامج زياده اهلا وسهلا. واذا احتجت انك تدور عن تفاصيله في شبكه الانترنت او تقرا في الهلب بتاعه او تدور على اي حاجه من حاجات اللي موجوده في البرنامج او لو نزل منه فيرجنز جديده تتعلم الاضافات اللي فيه يكون الامر بالنسبه لك سهل. منهجنا المعتاد يعني هنجيب البرنامج الاول من اول بروجرامز هنقوم طالعين نلاقي ويندوز موفي ميكر. في شكلين للبرنامج او في اصدارين. الاصدار اللي قدامنا ده في اصدار تاني قديم شويه بس انا بفضل الاصدار ده طبعا لان ده في اوبشنز اوضح من التاني. يعني هي طريقه التعامل معاه اوضح من التاني. برنامج زي ما قلنا برنامج سهل جدا. هو برنامج من فئه البرامج اللي ممكن نسميها برامج المونتاج. برامج المونتاج اللي هو المونتير الراجل اللي بيعمل مونتاج للافلام الصوت والصوره والحاجات اللي زي ديت بيتعامل مع برامج المونتاج. ده صوره مبسطه جدا 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 من عمليه المونتاج. طبعا عمليه المونتاج نفسها ممكن يكون فيها حاجات اكثر تعقيدا كتير من اللي احنا هنتعامل معاها دي بس دي صوره مبسطه برضو من ازاي عمليه المونتاج بتتم. واجهه البرنامج قدامنا واجهه عاديه جدا وبسيطه. هنا هتعيد الفيديو. هنا هنستورد الحاجات اللي احنا محتاجين نستوردها او نجيبها. هنا هيبقى قدامنا التايم لاين بتاع البرنامج بتاع الفيديو اللي احنا شغالين عليه اللي هو خط الزمن. يعني ايه خط الزمن؟ يعني الفيديو كله معروض قدامنا محطوط في اللي قدامنا ده كانه ايه عامل زي النيجاتيف او يعني زي الفيلم اللي معروض قدامنا اقدر انا ايه انتقل لاي جزء من اجزاء. وبعدين شويه الحاجات اللي هنا ديت هي الخواص والحاجات اللي انا هضيفها على البرنامج او المؤثرات بشكل عام. نخش في الموضوع. اول حاجه لو بصينا هنا هنلاقي في حاجه اسمها الموفي تاسكس. لو مظهره قدامنا الزرار ده هو اللي بيظهر تاسكس ده. لو ضغطنا عليها هيظهر لو ضغطنا عليه تاني هيختفي. في زرار جنبه كوليكشنز ده اللي بياخد مكانه. لو ضغطنا عليها هيظهر لو ضغطنا عليها هيختفي. يبقى ده الكوليكشنز وده الايه والتاسكس. خلاص تمام. انا محتاج التاسكس فهجيب التاسكس مش محتاج الكوليكشنز دلوقتي. في هنا الاقي كوليكشن معمول سنة اولى كمبيوتر ده انا مش محتاجه دلوقتي. هي دي الحلقة اللي انا هجيبها يعني اللي هي حلقة شكرا سنة اولى كمبيوتر بمناسبة الوصول 50 حلقة. جبنا التاسكس هنلاقي التاسكس متقسمة اربع خطوات او ثلاث خطوات قصدي ثلاث خطوات. اول حاجة كابتشر فيديو وبعدين ايديت موفي وبعدين فينيش موفي. وفي حاجه رابعه لوحدها اللي هي الموفي ميكنج تيبس. الموفينج ميكنج تيبس اللي هي نصائح لانك ازاي تتعامل مع البرنامج. نصائح التعامل مع الايه مع البرنامج اللي هو الايه الموفي ميكر الويندوز موفي ميكر ممكن نسميه اختصارا الموفي ميكر. فبيقول لك هاو تو كابتشر ا فيديو وبعدين هاو تو اديت كليبس وهاو تو اد تايتلز وافكتس وترانزيشنز وهاو تو سيف اند شير موفيز.
يبقى كل الخطوات بتاعت البرنامج موجودة هنا. احنا بنعمل 3 حاجات، هما 3 خطوات اللي فوق دي. كابتشر فيديو يعني بنجيب الفيديو اللي احنا محتاجين نمنتجه. اديت موفي يعني بنعمل عليه تعديلات، اديت اللي هي التحرير ان انا ابدا اعدل فيه واظبطه، فينش ان انا سيفه. يبقى دول 3 خطوات. طبعا اي خطوه من دول لو مش واضحه قدامك بتوضحها بانك بتضغط على السهم ده فتقوم مفتوحه او مقفوله. اول حاجه باللياف الخاصه ديت كابتشر فروم، كابتشر فروم فيديو ديفايس. كابتشر فروم فيديو ديفايس يعني ان انا القط الفيديو من جهاز تسجيل فيديو اللي هو الكاميرا يعني، يعني من اي كاميرا متوصله بالكمبيوتر القط الفيديو منه. ده مش متوفر، لو انا ضغطت عليها هيحصل ايه؟ هيقول لي فين الكاميرا، وهبدا اظبط بقى في الاعدادات بتاع الكاميرا والحاجات ديت، واقول له نيكست، وهدخل له النيم. هنفترض ان احنا نمشي معاه كده بيست كواليتي ومش عارف ايه، اقول له نيكست برضه عادي خالص كأن في كاميرا. ماشي، المفروض ان احنا وصلنا لهنا في كاميرا اصلا، فاقول له ستارت كابشن، فيبدا يسجل الحاجات اللي الكاميرا بتلقطها. بما ان مفيش كاميرا فهو جايب لك شاشه سوداء. خلاص، يبقى احنا كده عرفنا ان انا لو انا عندي كاميرا وعايز اسجل فيديو، كاميرا متوصله بالكمبيوتر وبتسجل، او يعني ايه لقطه الصوره، فانا عايز القط الصوره بتاعتها اسجلها. ويب كام مثلا، انا موصل ويب كام، كويس، الويب كام دي متوصله بالجهاز، بس انا مش عارف ويب كام هتسجل هنا ولا لا، بس اظن هتسجل. واكيد ديجيتال كاميرا هتسجل، انما الويب كام اظن هتسجل برضو. المهم الويب كام متوصله، الويب كام اللي هي الكاميرا بتاع الشات بتاع النت، اللي هي الكاميرا الصغيره اللي بتبقى جنب الجهاز دي. المهم فسجلنا وصلت كابشر، بعد كده ستوب كابشر، يبقى انا سجلت فيديو معين، اقول له فينش، فيعمل بقى امبورتنج للفيديو. يبقى انا كده بقى عندي فيديو لصوره حيه اللي هي صورتي مثلا، يبقى انا سجلت نفسي، سجلت صورتي وانا بتكلم. وده ردا على انك تشوف بعض الناس مثلا على اليوتيوب او حاجه زي كده يقول لك هو سجل الفيديو ازاي، يعني انا عندي ويب كام بس ما بعرفش اسجل بيه فيديوهات اكون انا ظاهر فيه. فدي طريقه من ايه، من ضمن الطرق. المهم هنعلم عليه ونضغط ديليت، هيقوم طاير. دي اول حاجه، طبعا ده حاجه مش متوفره بالنسبه لنا، قلنا ان احنا هنسيبها دلوقتي. تاني حاجه الامبورت موفي، ان انا استورد فيديو موجود بالفعل، يعني حاجه موجوده على الجهاز، فيديو موجود على الجهاز، ابدا اعمل له عمليه ايه، امبورتنج. اضغط كده ويقول لي هات بقى من مثلا، اقوم داخل على الديسك توب واقوم داخل على المكان اللي فيه سنه اولى كمبيوتر، او الفيديو اللي انا عايز اجيبه واجيبه بقى. انا اقوم جايب الفيديو بتاع شكرا سنه اولى كمبيوتر اهو، اقوم عامل له امبورت. هياخد وقت شويه يعمل عمليه امبورتنج دي، زي ما احنا شايفين اهو بياخد وقت على بال ما يعمل عمليه استيراد الفيديو. يعني ايه استيراد؟ يعني ياخد نسخه، يسيب الاصل زي ما هو، اصل الفيديو يسيبه زي ما هو، ياخد نسخه منه يحطها جوه البرنامج. وهو بياخد نسخه بيقطع الفيديو لكليبس. احنا عارفين كلمه فيديو كليب، فيديو كليب يعني ايه؟ مقطع فيديو. فهو بيقطعه لكليبس، لمقاطع، مقاطع فيديو. ادي الفيديو قدامنا وهو متقطع الى ايه، 8 اجزاء زي ما احنا شايفين. لو جبنا هنا كوليكشنز هنلاقي ان في حلقه في بتاع انتايتلد، فهنعمل له كليك يمين ديليت، وفي هنا بتاع انتايتلد قديم هنقوم ضاغطين ديليت، يبقى هيفضل واحد بس في الكوليكشنز هو ده. خلاص، هقوم فاتح التاسكس برده تكون مفتوحه قدامي. انا عايز اتفرج على الحته الاولانيه دي، هقوم عامل ايه، ضاغط عليها هنا وقوم دايس هنا بلاي. اكيد انت سامع الصوت دلوقتي، بس يبقى انا كده اتفرجت على الفيديو. كويس، اول حاجه نفرض وانا بتفرج على الفيديو حبيت اقطعه، اقدر؟ يعني ايه اقطعه؟ يعني اقسم الفيديو. انا وصلت لحد دلوقتي الدقيقه كام، قصدي الثانيه السابعه و17 جزء من الثانيه. نفرض انا عندي كام ثانيه اصلا في المقطع ده، الكليب ده عباره عن 19 ثانيه و97 من 100. انا عايز اقطع عند الدقيقه، عند ال 15، عايز اقطع عند ال 15، يعني عايز اول ما الثانيه تيجي 15 اقطع الفيديو، اقسمه نصين،
الفيديو اللي قدامنا ده اللي هو ال 19 ثانية ده او ال 20 ثانية ده هتقسم نصين. طيب ليه بقى؟ نفرض ان انا عايز اخد النص الاولاني واسيب النص التاني احذفه، اللي هي دي عملية المونتاج. هو ايه المونتاج؟ ابسط صور المونتاج برضو ان انا اشيل من الفيديو بعض المشاهد او بعض الحاجات اللي هو يقول لك ايه البرنامج، مثلا برنامج معروض في اي فضائية ولا حاجة يقول لك البرنامج بيتمنتج. يعني ايه متمنتج؟ يعني في حاجات اتقالت وهم بيسجلهم المونتير حذفها لانها مثلا هتعمل مشاكل للقناة او حاجة زي كده. فهي دي الفكرة، ان هو بيجي على الحتة اللي مسجلة وان اللي هي ما ينفعش انها تتعرض ويقوم ضاغط عليها ايه بالمقص ده اهو، اللي هي الاداه اللي انا مشاور عليها بالماوس ديت، يقوم ضغط عليها يقوم ايه مقصوصه، يقوم قاطع الفيديو فيديوين، نص اولاني ونص تاني، يحذف النص اللي هو مش عايزه ويخلي التاني. هي دي الفكره، ويكمل بقى الفيديو بقى ويجمعه. هي عباره المونتاج، يعني لو عايزين نوصل لتعريف بسيط له اللي هو عمليه تقطيع وتجميع. بقطع الفيديو حتت صغيره وبعدين بجمعه، لما بقطعها حتت صغيره خالص بقوم منقي منها شويه مقاطع حلوه بالنسبه لي او مناسبه، اقوم حاططها جنب بعضها تقوم عامله لي فيديو جديد بعد حذف اللي انا مش راغب، اللي انا ما عنديش رغبه في عرضه. خلاص، فنفترض ان انا عايز اوصل لسنه 15. على شبكة فين لحد ما يوصل ل 15 واضغط. عن حلقات متسلسلة إعادتها بقدر حديثكم إبراهيم عن الحمير. اهو قطعت قبل ما اوصل ل 15 وهو 14 80. كويس، فبقى الفيديو بتاعنا ده اللي كان فيديو واحد 19 ثانية بقى 2 فيديو، ده الأولاني وده التاني 2 جنب بعض اهو. لو أنا محتاج إن أنا أكمله اهو، أرقام التليفون 0-16-50-7-2-329 أو 0-17-50-2. تمام اهو، دي أول حاجة لو أنا محتاج أقطع الفيديو. تاني حاجة، عملية المونتاج ليها فايدة تانية، وهي الأداة اللي جنب أداة المقص اللي بتقطع الفيديو ديت أداة التصوير، كاميرا بتصور الفيديو. بمعنى إيه؟ بتصوره لك، بتجيب لك صورة ثابتة، مش صورة فيديو وصورة متحركة، لا صورة ثابتة. يعني سنقول لك كمبيوتر الخلفية بالبتاع ديت أنا عايز أصورها، فأقوم عامل إيه؟ مشغل الفيديو وأقوم واخد لقطة، ضاغط على تيكا بيكتشر هياخد لي صورة، أضغط على الديسك توب بسيفة أقول له سيف، يبقى أنا كده خدت صورة للحاجة اللي أنا عاوزها. يبقى أنا بإيدي إن أنا آخد صورة لأي فيديو في الدنيا، آخد له صورة ثابتة، مثلا إيه لقطة في فيديو من سنقولها كمبيوتر أو فيديو من أي حاجة وأنا عاوز آخد الصورة ديت وإيه وأحتفظ بيها، أو مثلا صورة في حاجة وأنا عايز أعملها خلفية للجهاز أو أي حاجة من هذا القبيل، فأقوم مدخلها على الموفي ميكر واقوم عامل الموضوع اللي احنا شفناه حالا، ضاغط على الاداه بتاعت ايه ان انا اخد صوره. ما احنا عرفنا دلوقتي اداتين مهمين جدا، الاداه الاولانيه ان انا اقطع بالمقص، الاداه الثانيه ان انا اخد صوره. كويس، لسه كل ده ما دخلناش على عمليه المونتاج. في بس ملحوظه، وانا بعمل امبورت الفيديو هلاقي ان هنا فايلز اوف تايب، يعني الويندوز موفي ميكر ما بيقبلش كل انواع الفيديوهات. يعني في فيديوهات هتيجي تعمل لها امبورت مش هينفع، لازم تحول الفيديو بتاعك وتغير امتداده، تجيب برنامج اسمه فيديو كونفرتر اللي هو برنامج محول فيديوهات، هيحول لك الفيديو بتاعك اللي هو ما ينفعش يخش الموفي ميكر لفيديو تاني ينفع. طيب ايه اسامي الامتدادات او الانواع اللي الموفي ميكر بيتعامل معاها؟ هي الانواع اللي موجوده دي اللي هي اسمها فيديو فايلز، اللي هي فيديوهات بالاي في اي، فيديوهات بالام بي جي، فيديوهات بالام 1 في، فيديوهات الام بي 2، فيديوهات الام بي 2 في كده. دي الفيديوهات اللي الويندوز موفي ميكر بيتعامل معاها، من ضمنها دبليو ام في، الامتداد اللي احنا شغالين عليه في سلسله سنقولها كمبيوتر اسمه دبليو ام في. فانا لما جبت الفيديو بتاع سنقولها كمبيوتر رضي يقبله، ليه؟ لان دبليو ام في هو بيتعامل مع الدبليو ام في. كويس جدا، يبقى احنا لحد دلوقتي وصلنا لحد نقطه كويسه قوي، وهي ان احنا قدرنا نعمل حاجتين مهمين قوي في الفيديو، نقطعه بحيث ان انا ولنفرض ان انا مش محتاج الجزء الثاني من سنه اقول لكم من المقطع الاولاني ده اهو، قطعته نصين اقدر احذف منهم جزء. الحاجه الثانيه ان انا اي مشهد موجود مثلا الكلام ده عاجبني وعاوز اخد له صوره، بقوم مشغل الفيديو كده اهو واقوم واخد اللقطه اللي انا عاوزها ومسيفه على الديسك توب، بيطلع لي بقى الكلام المكتوب ده. لو الفيديو كان فيه كلام مثلا اهو، يطلع لي الكلام المكتوب ده كلام مكتوب ومصور.
في صورة ثابتة اقدر اعمل بيها كل الحاجات اللي انا عايزها. لو عايز اعدل فيها او اعمل فيها اي تغيير اقدر اعمل الموضوع ده. بعد كده بتيجي عملية ان انا عايز اكون الفيديو بقى. فبكون الفيديو ازاي؟ باخد المشاهد واللقطات اللي انا محتاجها من الفيديوهات اللي قدامي ديت، اضيفها تحت في التايم لاين. بضغط عليه كليك يمين اد تو تايم لاين، كليك يمين اد تو تايم لاين، يبداوا يترصوا على بعض. كليك يمين اد تو تايم لاين، كويس، او اسحبه واحطه في التايم لاين برضو، اتحط في التايم لاين كده. الفيديوهات ديت بدات تتحط جنب بعضها، فبدانا كاننا بنكون فيديو عباره عن ان احنا بنلزق قصاصات من الفيديوهات جنب بعضها. طيب انا عايز اشغل الفيديوهات دي كلها ورا بعض، اقوم ضاغط عليه على المفتاح البلاي بس ده اهو، يبقى انا كده ايه هينتقل من مشهد لمشهد عادي. يبقى انا دلوقتي هو كان في اللقطه الاولى ده اهي، بعدين بقى في الثانيه، هيخش على الثالثه حالا. كويس، انا حابب ارجع لاول الفيديو، هقوم ضاغط عليه كده. كويس جدا. في حاجه تانية للتايم تايم لاين اللي بيسموها الستوري بورد، اللي هو دي اللي هو يحط له المشاهد كل واحد لوحده، دي الستوري بورد. تمام، هلاقي في علامتين هنا مهمين قوي. العلامه الاولانيه اللي هي الترانزيشن، اللي هي الانتقال من مشهد لمشهد. الفيديو اللي قدامي، اي فيديو في الدنيا عباره عن مجموعه مشاهد. انا قدامي كام مشهد دلوقتي؟ ادي مشهد 2 3 4، وانا بنتقل من مشهد لمشهد اقدر احط اي مؤثر من المؤثرات اللي هنشوفها حالا. الحالة التانية هي ان انا اعمل على المشهد الواحد مؤثر من المؤثرات، الفيديو افكت اللي هي علامة النجمة. يبقى انا اقدر اعمل على الفيديو حاجتين، وانا بنتقل من مشهد لمشهد احط حاجة انتقالية ما بينهم، الحاجة التانية وانا في نفس المشهد اعمل عليه مؤثر من المؤثرات. المؤثر ده قد يكون ان انا اعمل زوم ان او زوم اوت، يعني اقرب من حاجة معينة او ابعد عن حاجة معينة، ألخبط الصورة، أخلي الصورة كأنها قديمة، أخلي الصورة كأنها جديد، أعمل أي حاجة من الحاجات المؤثرات المتاحة في البرنامج. المؤثرات دي طبعًا بتختلف من برنامج مونتاج لبرنامج مونتاج. البرنامج اللي إحنا شغالين فيه فيه أشهر المؤثرات وأبسطها. موضوع سهل جدًا. نرجع هنا. أنا عندي أربع مشاهد جنب بعض أهم، اللي هم الأربعة ملزوقين في بعض دول. نفرض إن أنا عايز أجيب مؤثر على المشهد ده، هقوم جايب هنا الستوري بورد، أقوم فاتح هنا على التايم لاين. ده التايم لاين، فهو بيقول لي هنا شو ستوري بورد. لو انت عايز تشوف ستوري بورد، لما بجيب الستوري بورد بقى بيقول لي شو تايم لاين، بيعكس لي الايه الاداه. هضغط هنا، انا افرض ان انا عايز احط مقسم مؤثرات على الفيديو ده، على المقطع ده من الفيديو، اقوم ضغط عليه كده كليك يمين واقول له ايه فيديو افكتس، يعني ايه اعمل لي مؤثرات فيديو. هيقول لي انت عايز تحط انهي مؤثر من المؤثرات. انا قدامي اسامي المؤثرات اهو، لو انا حافظ مؤثر معين وعارف اسمه هجيبه من هنا. طيب لو انا مش عارف اقول له كنسل، واقوم جايب من هنا، من هنا او من هنا، هنا فيو فيديو افكتس، ومن هنا في فيديو افكتس برضو. يبقى انا هنا عندي في فيديو افكتس وعندي فيديو ترانزيشنز، وهنا عندي فيديو افكتس وعندي فيديو ترانزيشنز، الاثنين تحت بعض. كويس، من هنا او من هنا واحد، المهم هجيبها من هنا. دي المؤثرات اللي موجوده عندي قدامك، مؤثرات باساميها. طيب انا مش عارف المؤثر ده بيعمل ايه، فهقول لك مثلا هات المؤثر ده وضغط كده. لو لاحظت قوي هتلاقي ان المؤثر ده عباره عن مؤثر كانه بيعمل زوم ان على الشاشه، بيقرب من حاجه معينه، بيقرب من السنتر بتاع الشاشه، من مركز الشاشه. كويس، يعني الصوره المعروضه قدامك ده بيقرب من الوسط بتاعها. طيب المؤثر اللي جنبه بيبعد عن اللي على الشاشه، يبقى في واحد بيقرب من الشاشه وفي واحد بيبعد عن الشاشه. هتلاقي فيه مؤثرات كتير بس بعضها غبي، زي المؤثر مثلا ده. ده مؤثر بيغير الوان كل شويه، ده مؤثر يديك احساس بالانبهار بس لو طبقناه على الفيديو هتحس ان هو مؤثر وحش. نجرب تجربه عمليه، كليك يمين اد تو ستوري بورد. لو لاحظت هنا النجمه باهته، هنا النجمه بقت زرقاء. يعني ايه النجمه بقت زرقاء؟ يعني المؤثر اللي انت اخترته ده وعملت له كليك يمين اد، كليك يمين اد تو ستوري بورد اهو ضاف. طيب ارجع لي بقى للتايم لاين وشوف، شوف المؤثر سيء ازاي.
هو مش مناسب لسنة أولى كمبيوتر. أيوة لما انتقلنا للمشهد التاني، ما هو محطوط في المشهد الأولاني بس، لما انتقلنا للمشهد التاني المؤثر راح أهو. طيب في واحد بقى يقول لي طب ما هو كده احنا المؤشر مش هنعرف نتخلص منه بقى. لا اقول له عادي، تقف هنا وكليك يمين عليه فيديو افكتس، وهتلاقيه ده اللي هو موجود هنا، وتقول له ريموف، يبقى انا كده شلت المؤثر بتاعي. اوكي. واحد يقول لي طيب بقيه المؤثرات ديت، ده مثلا فيلم ايه؟ كان المؤثر ده كان المقطع الاولاني مثال اول كمبيوتر مقطع قديم، فاللي ضفناه كده كليك يمين اد، وبعدين شغلنا الفيديو كده. رقم تليفون 016 50 72 329 او 016 50 تقعد بقى انت تجرب في المؤثرات ديت واحد واحد، وتعرف كل مؤثر لوحده بيعمل ايه. طبعا دي حاجه ترجع لك انت، انك تشوف ايه الحلو فيهم وايه الوحش وايه اللي يؤدي الغرض اللي انت عايزه. ممكن يكون يكون عندك مقطع فيديو مثلا وانت عايز تشوفه، لو كان شكله قديم كان هيبقى شكله عامل ازاي او مختلف ازاي. يعني كل واحد بترجع الموضوع ده لذوقه وطريقته في المنتجه يعني، وطريقته في الاخراج. اسيب لك انت الموضوع ده، انما انا عرفتك الطريقه اللي توصل بيها المؤثرات، انما كل مؤثر بيعمل ايه اكتشف انت براحتك بقى وانت عندك البرنامج. الحاجه التانية، هنضيف لكل فيديو مؤثر من المؤثرات اي مؤثر، ولا اقول لك نضيف من هنا فوق احسن، كليك يمين اد، وبعدين نروح للفيديو ده كليك يمين اد، وبعدين نروح للفيديو الاخير ده نجيب له اي مؤثر من المؤثرات مثلا. ايه المؤثرات اللي هي سلو داون ديت؟ بتقلل سرعة الفيديو يعني بتخليه بطيء، هتلاقيني بتكلم بالراحة. لو جبت ده شغل الفيديو كده. شغل الكمبيوتر أداة أحمد عصام رمضان، ما تضافش الراجل أصلا. هو اللي عامل اه طبعا سمع صوت فظيع، صوت سيء جدا، هو مجرد ان هو قلل سرعة الصوت للنص. في مؤثر تاني اللي هو يسرع الصوت قوي، مش هتسمع حاجة، هتلاقي هنا سبيد دبل اهو، كليك يمين اجيبه لك ده، جرب كده. يبقى المؤثرات بتاعة التسريع والتبطيء ديت يعني ما انصحكش بيها، لانها تبوظ لك الايه الفيديو اللي انت عامله لو هو مش مناسب بالنسبه له المؤثر ده. المهم شفنا موضوع المؤثرات. تاني حاجه موضوع ترانزيشنز بقى، موضوع الانتقالات. هجيب من هنا الانتقالات الموجود، بيقول ان ممكن وانت بتنتقل من فيديو لفيديو، هجيب الفيديو وهو الترانزيشن هيتحط هنا ما بين المقطعين، ممكن احط لك المؤثر ده اللي هو لما يجي يتنقل من فيديو لفيديو يعمل لك الحركة دي. طيب في حاجة تانية اهي، في حاجة تانية اهي، في حاجة تالتة ورابعة. اكيد انت شفت بعض الفيديوهات سواء في على الكمبيوتر او في التلفزيون يعني، او على اليوتيوب او في اي مكان، شفت بعض المؤثرات ديت. فايه دلوقتي عرفت هما بيعملوها ازاي يعني. ايه اكيد في الاول كنت بتسأل هو ازاي بيعمل حاجة زي كده، وخاصة لو كنت شفتها مثلا على اليوتيوب، فتحس ان ايه، تحس يعني الناس اللي هم زي ما انا كنت بحس زمان ان الناس اللي هم عاملين الحاجات دي يعني الناس بتفهم في الكمبيوتر قوي، وانت ما انتش عارف حاجة. فاكيد صادف او جالك الاحساس ده لو كنت بتتعامل مع الكمبيوتر من زمان. المهم هنيجي هنا كليك يمين، نختار ده ونختار ده تاني، نرجع هنا نظبط الاختيار ده، نختار ده ونختار ده. انا عايز بس مؤثرات توضح لك مدى اثر المؤثرات او الانتقالات قصدي على الفيديو بس. هما ده انتقالات ما بين الاربع فيديوهات. لو جبنا كده التايم لاين وجبنا الفيديو كده هيبان لك الموضوع بكل سهولة. شغل الكمبيوتر أداة أحمد عصام.
ارقام التليفون 0016 50 72 329. طبعا شايف هنا الفيديو قديم، شايف هنا الفيديو هو بيتكسر ازاي. الفيديو هو شكله قديم، ده مؤثر الفيديو افكت. بعد كده الفيديو هو بيتكسر، ده الترانزيشن الانتقال. وبعدين بنعمل زوم ان اهو، وبعدين الفيديو بيتكسر تاني، وبعدين بننتقل من لقطه لقطه زي ما انت شفت. كل دي حاجات تقدر تضيفها على الفيديو حسب رغبتك وحسب مزاجك وحسب ما انت شايف. كويس جدا. في حاجة بقى كمان غير ده كله، وهي ان انا بعد ما عملت ده كله اقدر اضيف للفيديو بتاعي صور. يعني انا عندي الفيديو ده كله فيديو، اللي هو فيديو صوت مع صورة. كويس. فرضنا ان انا محتاج ان انا احط صور بس، يعني مثلا الصورة ده بتاع سلامة الكمبيوتر عايز احطها في اخر الفيديو، اقوم عامل ايه؟ الاقي هنا في خاصية اسمها امبورت بيكتشرز، اقوم ضغط عليها وجايب الديسك توب، اقوم جايب الصورة. طبعا الصورة مش واضحة لي، فاجيب من هنا كده اقوم جايب الثام نيلز، اقوم جايب هنا امبورت، تقوم الصورة طالعة لي. كويس. اضغط عليها كليك يمين، الصورة هتضاف لوحدها في اخر الفيديو من غير صوت. لو خدت بالك هتلاقي هنا الصورة متضافة، وبعدين الصورة تيجي من غير صوت. ده لو كانت الصورة مهمة بالنسبة لي. طيب واحد تاني عايز يضيف صور تانية، يقدر يجيب صور؟ تقدر تجيب صور من اي مكان، من هنا امبورت، وتقوم داخل على ماي كمبيوتر وتقوم جايب الصور اللي عندك على الجهاز وتقوم ضايف. كويس. تمام. هنرجع لموضوع الصور ده كمان شوية، هنشيل البتاع ده. يبقى انا كده عرفت شوية حاجات رئيسية. الحاجة الاولانية هي ان انا اقدر اعمل مونتاج للفيديو. المونتاج العادية هي ان انا اقص منه اي مشهد انا مش عايزه يظهر الفيديو اللي قدامي، اقطعه واشيل المشهد اللي مش عايزه يظهر واقوم قصه بالمقص واقوم مدلته. الحاجه الثانيه ازاي اخد صوره. الحاجه الثالثه ازاي اضيف فيديو افكت. الحاجه الرابعه ازاي اضيف ترانزيشن او اضيف مؤثر انتقالي ما بين مشهد ومشهد او ما بين مقطع ومقطع. ده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي. في حاجه كمان في الفيديوهات، ازاي اضيف عليه تايتل او كريدت. ايه هو التايتل او كريدت؟ اللي هو لما بتتفرج على اي برنامج او على اي حاجه تلاقي في اخر البتاع اعداد وتقديم مش عارف مين، اخراج مش عارف مين، مونتير، ملابس، فوتوشوب، اي سي سي، حاجات بتاعه الايه البرامج دي. لما بتتفرج على اي حاجه من الحاجات دي تلاقي الايه الحاجات دي مكتوبه. كذلك انت ممكن تتفرج على فيديو على اليوتيوب، فيديو ملوش لازمه يعني، او يعني حاجه مسروقه، وتتفرج عليها وتلاقي اللي كاتب لك اخراج مش عارف مين، هو لا اخرج ولا مين، هو جاب الفيديو وحطه وخلاص. المهم مثلا انا عايز احط مثلا اسمي في بدايه الفيديو، فهاجي هنا. طبعا انت خدت بالك انا ضغطت على ايه؟ كنسل، وارجع هنا ميك تايتلز اور كريدتس، ضغطت عليها وبعدين اد ذا بيجيننج. ماشي. انا هنا جايب اول الفيديو، فعايز احط اسمي ابراهيم عبد الحميد. كويس. ده اسمه. طيب اسمي ده الخط مش عاجبني، ظروف واقدر اغير فيه. من تحت هنا تشينج التكست فونت اند كلر، اقوم جاي من هنا مغير انا عايز لون الخط مش لون الخلفيه، واقوم مغير اسمي مثلا مخليه باللون الايه الازرق، بس الخلفيه عندك زرقاء مش شبان الاصفر. ماشي. ده كده. طيب نوع الخط ده مش ما بيعجبنيش، في ناس بتحب انواع تانية من الخطوط. لو انت عارف اسم خط من الخطوط هاته، مش عارف هات اي خط الارابيك ترانسبيرنت مثلا. ماشي. الابراهيم دي واضحه قوي، انا عايزها تبقى باهت حبه. الخاصيه ديت هي اللي بتخليك اسمك باهت او واضح. شوف بقى باهت ازاي، شوف كده بقى باهت خالص. اقدر اخليه كده. طيب الخط صغير اقدر اكبره من هنا، السايز هنا بيكبر هنا بيصغر. كويس. طيب عايز اجيبه على اليمين، عايز اجيبه على الشمال، عايز اجيبه في الوسط. طيب عايز اعمله بولد، حاجات بتاعت الورد بقى، بولد، عايز اتخنه، عايز اعمله ايتاليك، عايز اميله، عايز احطه تحته خط. يبقى ده اسمي وعليه كل المؤثرات دي. كويس. بعد ما عملنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها نعمله ايه؟ دن اد تايتل تو موفي. يبقى انا كده ضفت المؤثر ده في بدايه الفيديو، اللي هو ايه؟ ان انا عملت حاجه في بدايه الفيديو بتقول لي ايه مين صاحب الفيديو ده، وبتضيف لي الكلام اللي انا عايزه. لو ضغطت كده هلاقيها ظاهره لي ان ابراهيم عبد الحميد ظاهر في الاول. انا عايز اكتب حاجه ثانيه غير اسمي، هقدر اكتب
وبعدين يقوم داخل على ابراهيم عبد الحميد. طيب واحد يقول لي اقدر احط مؤثر ما بينهم، قصدي اقدر احط ترانزيشن ما بينهم، حاجه انتقاليه ما بينهم، اقول له اه تضغط على كليك يمين، قصدي تجيب المؤثرات من هنا، ترانزيشن تجيب الانتقالات من هنا، وتقوم ضغط على ده وتقوم ضايف. بس يبقى انا ما بين ابراهيم عبد الحميد وما بين ما بين الاسم وما بين الفيديو هيحصل مؤثر، ده هتشوف حاجه هيجيلك علامات الشطرنج دي. بس ممتاز. واحد يقول لي طب انا مش عايز الكريدتس ديت، انا عايز كريدت تاني، ايه هو الكريدت تاني؟ هقول له قدامك 5 اختيارات، يا اما تحطه في بدايه الفيديو اللي هو اول واحد، يا اما تحطه قبل السيلكتد كليب اللي هو تختار كليب من الكليبات ديت وهو هيتحط قبلها، يا اما تحطه اون ذا سيلكتد كليب عليه الحاجه التانيه، يا اما تحطه بعده الحاجه الاخيره، يا اما تحطه في الاخر. يبقى انا عندي عندي حالتين، يا اما احطه قبل الفيديو يا اما بعد الفيديو، هتجي لي خلفيه زرقاء وهيجي لي الموضوع زي ما انا عايز. لو انا عايز اغير الخلفيه الزرقاء كمان اقدر اغيرها، وعايز اغير اي حاجه اقدر اغيرها. حلو. الحاجه التانيه لو انا عايز احطه قبل المقطع او بعد المقطع او على المقطع، يبقى انا عندي دلوقتي 3 خيارات، قبل المقطع او بعد المقطع او على المقطع، اللي هم الثلاثه اللي في الوسط دول، الثلاثه اللي ورا بعض، قبل المقطع وبعدين على المقطع وبعدين بعد المقطع. لو انا عايز احطه قبل الفيديو خالص، لو انا عايز احطه بعد الفيديو خالص، يبقى اي حاجه من الحاجات دي كلهم زي بعض. كويس. ولنفرض مثلا ان انا عايز هنا اقوم حاطط عليه برضو اسمي ابراهيم عبد الحميد، او بلاش ابراهيم عبد الحميد، نحط سنه ولا كمبيوتر. كويس. اهي سنه ولا كمبيوتر مكتوب، سنه ولا كمبيوتر ده لما تضاف هتضاف فين؟ هقول له دون اهو. ماشي. بيقول ان ما ينفعش تضيف البتاع غير في التايم لاين اهو. طبعا اللي بيعمل مونتاج بيتقنن طول العمر كده، يجيب الفيديو من الاول اهو. شوف سنه ولا كمبيوتر وبتاع 100 بين. طيب واحد عايز يعمل حاجه غير ده كله، عايز يحط في اخر الفيديو الحركه الشهيره اللي انا بقول لك عليها ديت، ان هو في اخر الفيديو يقول لك ايه انتاج واخراج، اخراج اهو، نقطتين فوق بعض يا سيدي، ابراهيم. انا فرحان باسمي قوي يعني، طبعا جت كبيره على الفيديو. المهم اي حاجه من هذا القبيل. ماشي. ده كده الايه الموضوع ده، لو انا عايز اهو نازل من تحت طالع من تحت لفوق. كويس. ماشي. واحد تاني بقى يقول لي طيب هتضيف ده، يبقى انا حطيت في اخر الفيديو حاجه وفي اول الفيديو حاجه، اخر الفيديو حطيت اخراج، بعد ما الفيديو يخلص خالص هيجي لي الموضوع الاخراج ده، اول الفيديو خالص هيجي لي اسم. 100 100. في حاجه تانية بقى، لو انا جبت مشهد وليكن المشهد ده وجبت التايم لاين، لان المفروض ما اعملش كريدتس غير في التايم لاين، وبعدين قلت له انزل سيلكتد كليب وضفت الكلمه اللي انا عايزها سنه اولى كمبيوتر برضو. كويس. ضفت الكلمه دي، عايز اعمل لها تغيير في الفونت والكلر، عارفين هنجيب من هنا ونغير الفونت ونغير الكلر ونغير الحاجات ديت ونغير الوضوح ونظبط الحاجات دي ونغير الايه الفونت، نوع الفونت من هنا. كويس. طيب في حاجه تانية هنا لو رجعنا ضن عادي، لا ده اضف، لو رجعت انا لهنا وقلت انزل سيلكتد كليب، بس انا كده هضيف 2. ماشي اي حاجه. المهم وكتبت سنه اولى كمبيوتر برضو، مش عايز انا اغير الفونت والكلر بقى، لا ده انا عايز اغير الانيميشن، الانيميشن اللي هي حركه الكلام اهي، التايتل انيميشن، تايتل انيميشن، حركه التايتل، عندي التايتل بيظهر بالشكل ده، هل انا عنديش غير الشكل ده بس؟ لا انا عندي قائمه طويله عريضه لان التايتل يظهر. اتفرج معايا كده تلاقي سنه اولى كمبيوتر جاي بالشكل ده، سنه اولى كمبيوتر بتتكتب حرف حرف جاي على شريط احمر جاي كخبر. قدامك عدد لا نهائي بقى من الحاجات ديت، مش عدد لا نهائي يعني، قصدي عدد كبير من المؤثرات ديت، ممكن تتفرج عليهم وتختار المناسب منهم
وبعد ما تختاره تعمل ايه؟ دون اند اد تو موفي بس، ولا اكتر ولا اقل. يبقى انت قدرت تعمل له من هنا تشينج التكست، من هنا ممكن تعمل له ايديت، ترجع تكون كتبت انت ثانويه اولى كمبيوتر غلط، تقوم ايه ضايفها صح. ماشي؟ يبقى انت تكتب ثانويه اولى كمبيوتر هنا، وبعدين من هنا تعمل التايتل انيميشن اللي احنا كنا فيه، تعمل انيميشن اللي انت تختاره اللي انت بتحبه، وبعدين تعمل هنا تكست فونت اند كلر. كل الانيميشنز والحاجات ديت حاجات كويسه. انا عملت الفيديو كده وظبطته وعملت كل الحاجات اللي انا عايزها فيه، وكتبت عليه وعملت كل الدنيا اللي انا بقول عليها دي. ايه اخر خطوه انا ممكن اعملها؟ اخر خطوه ممكن اعملها هي ديت سيف تو ماي كمبيوتر، اللي هي سيفه على الفيديو. احنا قلنا في 3 خطوات، الخطوه الاولانيه بنعمل كابتشر للفيديو بنلقطه، الخطوه الثانيه بنعمل له معالجه اللي احنا عملناها، الخطوه الثالثه بنسيفه. فانا لما باجي اسيفه افضل تسييفه فيهم ايه، او التسييفه المعتاده اللي انا بستخدمها سيف تو ماي كمبيوتر. هل في حاجه تانية؟ اه في حاجه تانية، سيف تو سي دي بتسيفه على اسطوانه على طول، سند ان ايميل بتحفظه بحيث انك تبعته في ايميل، سند تو ذا ويب بتبعته على موقع على الانترنت، سند تو دي في كاميرا بتبعته الكاميرا متوصله بالجهاز. خلاص يبقى انت قدامك كل الحالات دي. اسهل حاله فيهم واشهر حاله ان احنا نقول سيف تو ماي كمبيوتر. وبعدين بيقول لك طب احط الفيديو فين؟ اقول له براوز، اقول له حطه على الديسك توب، ويقول لي اسميه ايه؟ اي حاجه، سنه اولى كمبيوتر، وبعدين اقول له نيكست. بيقول لي بقى الكواليتي بتاع الفيديو، اخلي الكواليتي بتاع الفيديو الجوده بتاعته قد ايه؟ انت هنا لو بصيت هتلاقي في المعلومات بتاعته تلاقي ان الفيديو هيطلع لك 5 ميجا، قد يكون 5 ميجا ده رقم كبير. فانت تقول له لا بلاش 5 ميجا ده، انا عايز فيديو بكفاءه تانية. تقوم ضاغط هنا تقول له انا عايز الفيديو ظبطه لي على كذا ميجا، تختار انت، تقول له ظبطه لي على انه يبقى 4 او ظبطه لي على انه يبقى 3. ده حل، انت عندك الحل الاولاني اللي هو البيست اللي هو افضل حاجه، الحل التاني ان انت تختار مساحته، الحل التالت انك تختار الحاجه اللي هو هيشتغل تبعها. عندك قايمه ايه؟ هتقول له مثلا هيشتغل فور لان، يعني هيشتغل على النت، هيشتغل فور برود باند، هيشتغل فور هاي كواليتي، فول بلاي باك، اي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندنا، بوكيت بي سي يعني الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر جيبي، الكمبيوتر الصغير ده فالريزوليوشن بتاعته هتقل. ديت الحاجات اللي انت ممكن تختار من عليها، تمام؟ او تختار مساحته بالظبط، او تختار البيست كواليتي. هنفترض انك هتختار البيست كواليتي، وهقول له ايه؟ نيكست. هيبدا الفيديو يتكون معاك، عليك بقى انك تقعد تصبر جنبه لحد ما الفيديو يطلع. هيطلع فين؟ على الديسكتوب. ماشي. في حاجة تانية بقى مفيدة، والبرنامج ده وشائع جدا في استخدامها، وهو انك تلاقي واحد عنده مجموعة من الصور عايز يحطهم في فيلم فيديو ويضيف عليهم صوت معين، ايا ما كان الصوت بقى. ماشي؟ طبعا 90% هو بيحط اغاني يعني. المهم فالصوت اللي بيحطه الفيديو كده ماشي بسرعة ولا ماشي اهو. ممكن تحط ايه مجموعه صور وتحط ايه الخلفيه بتاعتها صوت، تمام؟ الصور اللي انت بتجيبها اي صور بتلزقها جنب بعضها وترتبها ترتيب معين زي احنا ما كنا بنعمل فيديوهات، وبعدين تحط ايه تحتيهم الصوت. ممكن تعمل نفس المؤثرات اللي احنا عملناها ديت، وانت بتنتقل من لقطه للقطه تعمل المؤثرات اللي احنا شغالين فيها ديت، او ممكن تكتب على الفيديو زي ما احنا كتبنا، او ممكن تعمل على الصوره نفسها المؤثرات اللي احنا شفناها بتاعت الاحمر والاخضر والصوره الباهته والصوره اللي بتقرب والصوره اللي بتبعد والحواديت دي كلها. طبعا للاسف الشديد البرنامج ده يعني من اكتر البرنامج اللي بنستغلها استغلال خاطئ كالعاده طبعا، و بنمنتج بيه نص البلاوي اللي موجوده على شبكه الانترنت واللي موجوده على اليوتيوب. بيقول لك بعد ما فنش اليوتيوب، بعد ما فنش قصدي الفيديو، بلاي الموفي، لما انت تضغط على فينش اقول له فينش فيعمل لي بلاي للموفي. بلينج الموفي هيشغله. ايه يا عم انت نمت ولا ايه؟
كفايه عليك كده. المفروض ان هو يشغله بس يجمني برنامج تسجيل تقيل ولا حاجه، فهتلاقيه محتاج وقت. قفلنا الفيديو لان طبعا هو موجود بره على الديسك توب، انت لو عايز تشغله هتشغله، هو مسافر على الديسك توب هتشغله انت عادي، بس انا عشان هو اصلا لو انا شغلته كده وهو فيديو مش هيظهر عندك، هيظهر عندك شاشه سوداء لو هو اشتغل اصلا، لان البرنامج اللي احنا بنسجل بيه ما بيظهرش الفيديوهات، بيظهر الصور بس، وفي المونتاج لقيته بيظهر المونتاج. ده كل الخطوات اللي احنا محتاجينها. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل فيلم كامل. الحاجة اللي بعد كده لو انا بعمل في الفيلم ده وعايز اشيل الكلام اللي انا عملته، طبعا الحاجات اللي انا عملتها كلها تلاقي موجودة تحت، لو انا الصوت اللي متضاف اهو ده صوتي، الصوت اللي تحت ده صوتي بس متركب مع الفيديو. حاجة تانية اللي هي المؤثرات اللي انا عملتها اهي موجودة، والكتابات اللي انا كتبتها كويس اهي، دي الكتابات والمؤثرات اللي انا عملتها. بعد ما اضغط كليك يمين واقول له كلير تايم تايم لاين، بيمسح لي كل الحاجات اللي موجوده في التايم لاين. لو رجعنا للكوليكشنز اللي هنا هنلاقي الكوليكشن بتاعتنا موجود فيها الحاجات كلها. لو انا عايز اتخلص من الحاجات دي دلوقتي المها كلها كده اهو، اقوم ضغط عليها ديليت ومحذوفها ونخلص منها، واضغط هنا على الكوليكشنز واقوم جاي حازف الاسم ده وكمان اللي هو اسم المشروع بتاعي، وهنا الكوليكشن الصوره ديت انا مش عايزها، اقوم ضغط عليها كليك يمين ومدلتها هي كمان كده. البتاع رجع فضل تاني. نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان انا عندي مجموعه من الصور اهي عايز اضيفهم. انفض مثلا ما يجي، انا ما عنديش صور على الجهاز غير صور عندي صور على الجهاز، عندي صور مواقع، صور مواقع تشييد يعني، مواقع مواقع مباني يعني، مش هتنفع. المهم نلفظ ان احنا نجيب البيكتشرز اللي هم الاربع صور اللي بيجوا مع الجهاز دول. نضغط على كل الصورة منهم كليك يمين اد، كليك يمين اد، كليك يمين اد، كليك يمين اد. واحد تاني يقول لي ما ينفعش نختارهم الاربعة مع بعض ونضيفهم، اقول له ينفع، كليك يمين اد، واختارهم تاني واضيفهم، كليك يمين اد. انا بفترض ان انك جبت عدد كبير من الصور ورصيته بالترتيب اللي انت عايزه. طب ينفع احط صوره مكان صوره؟ ينفع. تقوم شايل دي وحاططها مكان اختها، تقوم شايل دي وحاططها مكان اختها، تمام. طب ينفع الصوره بتاعتي في صوره معينه انا بحبها عايزها تظهر كتير على الشاشه؟ اه ينفع، اهي الصوره دي هتظهر كتير على الشاشه اكتر من اخوات. خلاص، في نوع اوبشن تولز، اوبشنز الاوبشنز بتاع الجهاز لو انت عايز تبص عليها هتلاقي هنا من ضمنها البيكتشر ديوريشن، الزمن اللي هتظهر عليه كل صوره، ممكن نزوده هنا نخليه ايه 7 ثواني مثلا بدل ما كان 5. خلاص، يبقى كل المؤثرات والحاجات ديت ممكن نغير فيها، والاوبشنز بتاع الجهاز مفتوحه قدامك لو انت عايز تجرب او تتعلم الاضافات اللي فيها. بس احنا بنستعرض اهم الحاجات والخواص اللي تخليك تعرف تشتغل على البرنامج. وطبعا الوقت ما يسعناش ان احنا نشرح كل تفاصيل البرنامج وكل الحاجات اللي ممكن تضاف ليه. المهم بعد كده، بعد ما ضفنا الصور زي ما احنا شايفين، بنيجي هنا اهو، ده خط الزمن بتاعنا واقف هنا، فانا لازم ارجعه هنا الاول. لو هو هنا كده واضفت ايه اللي هيحصل؟ هقول له مثلا اوديو، ده مصحف مشاري راشد العفاسي، هنجيب الفتحه ونقول له امبورت. ايه لو انا ضغطت كليك يمين ودوست هيضيف لي الفتحه فين؟ هنا من اول الخط ولا من عند العلامه؟ لا من عند العلامه. لا تصور رجع لي الخط، هو المفروض ان هو كان بيعمل من عند العلامه. لا ده هو يطلع، ده هو بيغير العلامة. بس انا فاكر ان زمان كان هو بيرجع كان هو بيرجع الخط ده، او يمكن اختلط عليا مع برنامج تاني. المهم فده الصورة اللي قدامنا اهي، وبعدين ايه الخلفية الصوتية. طيب لو انا عايز اضيف اي خلفية صوتية تانية ينفع؟ اه اضيف خلفية صوتية. لا مش فوق، ما ينفعش تضيف طبعا اتنين صوت على بعض، اتنين صوت على بعض ما يخشوا في بعض. انما انا قصدي لو انت عندك اي حاجة تانية عايز تضيفها، مثلا شوية صور مثلا بتتكلم عن علم معين، تشريح مثلا، شوية صور لأحد من بتوع طب عنده شوية صور تشريح وتعليق الدكتور عليه، فيضيف الصور، يعني الدكتور عامل صوت بس وهو معاه الصور اللي كان الدكتور بيشرح، فيضيف الصور كلها. كذلك اللي بيتكلم على أي حاجة، واحد في المباني برضو،
والحاجات العجيبة بتاعتنا دي، الخنزيرة والشادة الخشبية والتفاصيل ديت، يعني قصدي ممكن نستخدمها أي استخدام مفيد. طبعا احنا ما بنستخدمش البرامج ديت زي الكمبيوتر كله ما بنستخدموش استخدام مفيد يعني. المهم فاحنا ممكن نستخدم الحاجات دي زي ما انا قلت الاستخدام اللي المناسب للمهنة او للصنعة بتاعتك، بحيث انك تجيب شوية صور منها واخدها انت اصلا بالموبايل، وتسجل تسجيل صوتي وتضيفه وتمنتج وتحذف وتظبط، تبقى عملت انت يعني. هما دايما بيقولوا ان عصرنا عصر الوحيد اللي بقى فيه كل انسان صحفي، وبقى فيه كل انسان صاحب قناة فضائية. ليه؟ لان او صاحب قناة فيديو، لان عصرنا هو العصر الوحيد اللي ظهر فيه الانترنت، فتقدر تعمل مدونة وتعلق على الاحداث اليومية كأنك زيك زي اي صحفي اللي هي البلوجرز. تاني حاجة تقدر تعمل افلام فيديو تعبر عنك وتعبر عن ثقافتك وتعبر عن هويتك وتعبر عن خلفيتك ومرجعيتك ومعتقدك، وتنشر الفيديوهات دي على موقع زي اليوتيوب مثلا. فده العصر الوحيد اللي بيتوافر فيه الحاجتين ده على مر العصور اللي فاتت. نرجع لموضوعنا، هنبص هنا نلاقي الفيديو كده، هو مشغل الصوت بس. لو جبنا ده كده وجبنا ده كده هنلاقي صوت مشاري، مش صوت مشاري، صوت مقدم. صوت مبهر، صوت الشيخ مشاري بن راشد العباسي، ربنا يحفظه يا رب. المهم نرجع لموضوعنا، ان احنا زي ما شفنا هنا الفيديو مكون من حاجتين، مجموعة صور والصوت. لو لاحظنا نلاقي الصور اكتر من الصوت، فالصوت خلص والصور لسه بتتعرض اهو، الصوت هنا هيخلص والصور لسه بتتعرض. تمام، هل انا ممكن احسب الصوت؟ لا للاسف الشديد، لانك لو سحبت صوت الشيخ هيتخن، فهم لاغين الخاصيه ديت اصلا. تمام، طيب هل ممكن احرك الصوت؟ ممكن اجيب في الاول كده، يبقى في الاول هيتعرض صور من غير ما يكون في صوت، وبعدين هيبدا الصوت يجي كده اهو. تمام، ممكن ارجع هنا خالص بحيث ان اول ما الصور تخلص الصوت يجي، يبقى انا معايا كل الخواص دي، اقدر اسحب واحرك واحط الصور مكان بعضها واعمل كل الحاجات بتاعت ايه المونتيرز او من يعملون في المونتاج. بعد كده سيف الفيديو زي ما سيفنا اللي قبل كده. في حاجه نسيت اقولها بس هي ملهاش لازمه قوي، بس هنعرفها برضو، ميك ان اوتو موفي. ان اوتو موفي اللي هو ايه؟ انك تعمل فيلم على طول. اللي هو فيلم على طول ازاي؟ انك تقوم داخل هنا، بدل ما تكتب توجع دماغك وبتاع، انت عايز تعمل فيلم عن حاجه معينه، فتجيب شويه الصور او الصوت او تجيب مقاطع الفيديو اللي انت عايزها وتقول له ميك ان اوتو موفي، وبعدين تقول له الموضوع بتاعه. يعني مثلا ميوزك فيديو، يعني فيديو فيه مزيكا وبتاع ومش عارف ايه، فهو يقطعه لك بالشكل اللي بيقطعوا بيه المزيكا والحاجات اللي زي دي. اولد موفي، الشكل اللي هيقطعوا بيه الاولدز موفي اللي هي الفيديوهات القديمه. سبورتس هايلايتس، يعني اللي بيقطعوا بقى الاجوان بتاع الكوره. خلاص، يبقى الحاجات دي كلها هي دي المؤثرات بتاعت ايه البرنامج اللي بيوفرها. عرفنا الحاجات دي من باب العلم بالشيء، انما هو الاوتو موفي ده ملوش لازمه يعني. خلاص، مش عارف اقول ايه تاني، ما عادش حاجة في البرنامج اذكرها يعني ان احنا محتاجين نقولها. ما اظنش في حاجة تانية محتاجة ان احنا نضيفها او نحذفها من البتاع. اهم حاجة انك ايه تتدرب على البرنامج كويس وتحسن استخدامه،
بدل ما تسيء استخدامه، يعني ربنا يهدينا ويهديك. شكرا ليكم وعلى حسن استماعكم للحلقة دي. أرجو إن يكون حلقة الويندوز موفي ميكر أفادتكم أو علمتكم حاجة كويسة، ويا رب تعرفوا تستخدموا الكمبيوتر كويس وتستفيدوا من سنة أولى كمبيوتر وتابعوها دايما. طبعا النهاردة سنة أولى كمبيوتر يعني حطتك على طريق إنك تبقى مونتير أو مخرج قد الدنيا، زي ما قبل كده حطتك على طريق إنك تبقى واحد بيسموه ايه تايب رايتر، كاتب على الآلة الكاتبة. لما اتعلمت انك تكتب ازاي على الوورد والاوبشنز بتاعته، لو اتعلمت تكتب بسرعة غير كده سنة اولى كمبيوتر كانت علمتك قبل كده تبقى فني صيانة. يعني ما شاء الله سنة اولى كمبيوتر خليك تشتغل كل المهن. يعني ارجو ان احنا نكون قد وفقنا في ان احنا هنلغي البطالة من العالم العربي. فشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة أنا نسيها، نلغي الفيديو ده بس كليك تايم لاين. طبعا لو عاوز تنبيهات اللي هي كل حلقة دي، لو عايز تخش على جوجل تكمل حلقتك بتاع سنة أولى كمبيوتر، النهاردة الحلقة الـ54، لو عايز تكمل الـ54 حلقة، أو عاوز حتى بعد الـ54 لما هنعمل حلقات جديدة إن شاء الله، خش على جوجل واكتب سنة أولى كمبيوتر وابحث عن المديريات العربية، هتلاقي حلقات جديدة إن شاء الله. لو عايز تنضم لفريق عمل السلسلة سنة أو تصل بنا على الإيميلات أو التليفون المذكور، لو عايز تنشر السلسلة ما بين كل الناس اللي أنت تقدر توصل لهم أو تنشرها على مواقع الإنترنت العربية أو غيره، أهلا وسهلا مفيش أي مانع. لو عايز توزعها على الأقارب والأصحاب برضو يكون خير وبركة. شكرا لكم على حسن استماعكم، أرجو أن أكون قد وفقت في اختياراتي ووفقت في شرحي، ويعني تسامحونا عن أي زلل أو نقص أو خطأ كان في الشرح أو تقصير في إن احنا نوصل لكم المعلومة بالشكل اللي تستحقونه منا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.